عن تراث وبنعلي من قدره وبنلقي الضوء على المناطق المضيئه فيه، هذا لا يعني نوع من الشيفونيه او النرجسيه، مستحيل. نحن في زمن العولمه وزمن الطوفان، هذه العولمه تريد ان تقتحمنا وتريد ان تدمر هويتنا، فان لم نتمسك بالتراث، والتراث الذي نقصده هو التراث الذي فيه استناره، إن لم نتمسك بالتراث ونعتصم به سنضيع. هذا ليس نوع من المبالغة إن إحنا بنقول إحنا الأوائل وإحنا لا، إحنا ما بنقولش كده. إحنا بنقول يجب أن نعتصم بالتراث، ولا حل لمشاكلنا ولا الثقافية والفكرية والأخلاقية إلا بالتمسك. بس ساعات بنسيء للتراث يا دكتور. والتراث الذي أقصده المناطق المضيئة. في الفتح اشتباه المناطق المضيئة. هي دي المائدة المستديرة على فكرة. أنا مش مسألة يا جماعة، أنا لا أوجه أسئلة لأحد، إنما يعني أقوم بالتعقيب وليس ولا أوجه لك سؤالا ولا انتقادا، بالعكس أنا أؤيدك، أنا أقول لك أنت تتحدث عن الذين يقولون بلون ترى عمي ترى عمي كذا، واخد بال حضرتك؟ هذه رغبة لدى البعض في إثبات الذات، فكي بعض الناس لكي يعني الغزالي مثلا، فما في وهذه المدرسة بما فيهم جابر عصفور وكذا وكذا، هو ما يقوله هو الصواب. نحن في زمن الرواية، إذن ما تشعر، نحن في زمن قصيدة النثر، نحن في زمن القصيدة، نحن في زمن القصة القصيرة جدا فقط. فكرة الأحادية واخد بال حضرتك، هذا هو يعني ما أقول به، لا أختلف معك لكن ولا أعارضك ولا أسألك، أنا أؤمن بكل ما أقوله، أنا فقط المشكلة لا أنا أعرف التمسك بالذات والبحث عن الذات لن يكون إلا من خلال التراث. من خلال التراث؟ أيوة. ليس هي دي شائكة قوي، إذا سمحتوا لي أتدخل قول يا دكتور قاسم كمل. قول التراث ليس جميلا كلهم وليس سيئا كلهم. ومن قال ذلك؟ التراث نتيجة نحن نرقص عن المناطق المضيئة. التراث وانت قالته الدكتورة في بداية كتابها جميل. انا بدات الكلام وقلت انا مش هتكلم مع الدكتور معتز ولا الدكتور محمد ولا الدكتور هشام، وجيت الكلام ليه انا؟ يبقى الكلام مع مين؟ لا الدكتور يوسف اللي تدخل في الموضوع. انا بس الجزئيه بتاعت انا وراها دي بس في ربع دقيقه. الجزئيه بتاعت التراث انا بتصور انه احنا عشان بس عشان هي هتبقى خناقه دلوقتي. لا انا بعد شايف انه اصلا فكره ان كل واحد بيقول كلمه دي مش معقوله بالجزئيه. مستديرة هذا التلقح هم لو كانوا ورقتين عفوا نكون شباب وتعرضت لحقائق ضمن النقاش كان بقى ما يبقاش كده كما لو كان ندوه على كبير. لا هي هذا التفاعل وهي تفاعل. هفصل قبل ما اتناقش عشان ما اقول بس حاجه. اتفضلي. لو المائده طلعت بشباب اللي بداوا يشتغلوا بهذا الشكل وهذه الجديه، وبان في ورقه حد قاعد بيترجمها بقاله شهر ومكب عليها عشان يطلعها وجاي من بني سويف يقدمها في الدراسات الثقافيه، وكانت الترجمه اصلا صعب فيه، فيعني دي ده حاجه جميله. يعني انا بحييه، يعني انا هي جاي من بني سويف وقاعد بدا بيترجم الورقه اللي قدمها دي ترجمه وقاعد بيشتغلها بحسب ان الشباب. وانا بس عايز اضيف نقطه بسيطه، هو اشتغل عليها مرتين، لان المره الاولى بعد ما اشتغل عليها وانهاها حصل مشكلة في الكمبيوتر واتحذف الملف ومعرفش يرجع ليه، فرجع ليه تاني. عمل الشغل مرة تانية. الله يفوق ربنا ويوفقك. عمل الشغل مرة تانية. كل الحضور وكل المشاركين أول مرة نشوفهم يعني ترشحوا على الطريق. الدكتور سمير داروش يعني شرفونا، الدكتور حسام برضه عبد الظاهر، وسلمين نسمع الدكتورة عزيزة اللي بتدخل علينا بأي متخصصة. لا انا ما كانش عندي دخل، انا بس جزئيه كانت وثيقه سلسله قوي بفكره التراث رجوع الجوانب المضيئه. انا لا انفك اطلاقا من هذا الجانب، بس باكد على انه احيانا بنسيء للتراث زي بالظبط ما بنسيء احيانا للاسلام، نفس الفكره. لما بنحاول نلزق للتراث حاجات ما كانتش موجوده فيه، وهذا لا ينتقص منه اطلاقا. يعني مؤخرا كنت بقرا كتاب لحد هو قاعد طول الوقت، هو استاذ نقد ادبي في كليه اللغه العربيه دكتوره اميره، مش هقول الاسم، بس هو قاعد طول الوقت شغال على ايه؟ هو بيجيب نظريه التلقي، ان الخواجات قالوا ايه؟ ما كان عندنا، ما قالها ابن قتيبه.
ده طاهر. وتبص تلاقي اللي بيقوله الراجل ده غير اللي بيقوله الراجل ده. هذا الرجل يتحدث ايضا يا صديقي واخي الاكبر بمنطق الدفاع عن التراث، بمنطق حب التراث، بمنطق البحث عن الجوانب المضيئة في التراث. هذا يضر التراث أكثر مما ينفع. مثل هذا البحث لا لا نحبذه. حضرتك تتفق معي إنه لا مش عاوزين من النوع ده. كانت هذه بس اشتراكيه في الاسلام ولا حاجه بالظبط. ما احنا عندنا اشتراكيه. وعايزه اقول برضه كلمه اخيره يا جماعه، ان او كلمه يمكن ما تكونش اخيره في حد ممكن يتكلم تاني، ان الثمان دقائق او العشر دقائق اللي الواحد بيتكلم فيهم ما بيقدرش يطرح كل الافكار اللي موجوده في بحثه، فقد يختلط الامر على بعض. يبين لما الابحاث تنشر في مجله الثقافه الجديده يبقى وقتها ان احنا نقدر نوفقت. طب عايز تتكلم؟ يعني هقول كلمه اتفضلي. انا سايبه اهو خالص. مفيش صدام بين المسار المعرفي والمسار السياسي. بعد ما الدكتورة عزيزة تخلص الدنيا هتبقى زي الفل. لا في صدام بقى. اللي بيحصل ان احنا نفصل المسار المعرفي عن المسار السياسي، وفصل المسار المعرفي عن المسار السياسي بنشأن ان يسهم في اخفاق اي مشروع حداثة. فدي نظرية قوية جدا داخل الاكسيكولوجيا او داخل فلسفة العلم اللي هي تخصصي، اسمها نظرية الموقف. تمنح المهمش سلطة معرفية وسلطة سياسية، لأن المهمش هو من تقع عليه تبعة القرار السياسي، وليس للمثقف أن يستأثر بسلطة، سلطة إنتاج المعرفة، لأن المهمش لديه خبرة ثمينة. يعني المعرفة أو العلم محتاجة من كتب، يعني كتب كثيرة في الكتب الأجنبية بدأت تقول ساينس فروم بلو، يعني العلم من القاع، من حياة المهمش. حيوات المهمشين لديها خبرة أسطورولوجية معرفية قوية جدا، لا يجب أن نستهين بها. إنتاج المعرفة يجب أن يكون وفقا لشروط العدل الاجتماعي، ليس سمو الفصل. احنا بنضحك على بعض دلوقتي ان احنا عاملين نفسنا مثقفين وبنكتب مقالات وننشر ابحاث، وانا قدمت وانا نشرت وانا رحت مؤتمر. حقيقه الامر ان احنا الخائنين الحقيقيين لهذا الواقع المأساوي اللي احنا فيه، لاننا امنا ان المثقف مشروع شخصي مش مشروع انساني، مش مشروع اجتماعي. انا ضد فصل او ضد منح سلطه للمثقف، وده دي قناعتي وده شغلي. وتعرضت لحاجات كتير وصممت ان انا اظل ودافع عن نظريه الموقف دي، وان لازم المعرفه تاتي متوائمه مع او هي وفقا لشروط العدل الاجتماعي. وكمان خبره الحياه اليوميه بقت مكون اساس في الممارسات العلميه والبحث العلمي. العارف او الذات العارفه بقت في صلب او يعني هي في قلب المشروع العلمي. ما فيش فيه فصل ذات عن الموضوع زي ما كانت الثنائيه القديمه بتقول ان الموضوعيه هي ان يبقى في ذات منفصله عن الموضوع. على العكس دلوقتي دي موضوعيه متوهمه، ما فيش حد منفصل عن الواقع الانساني او الحقل المعرفي بتاعه. ده كله كلام ما بقاش ينتهي دلوقتي. طبعا الكلام ده كتير جدا وعايز وقت، فمفيش اي صدام بينهم. يعني حاجه بسيطه. شكرا يا دكتوره عزيزه. ولو حد دكتور معتز اتفضل. اعتقد ان يعني النقد الثقافي مهتم اصلا بالهويه، يعني هو بيبحث في الهويه، الهويه بتاع الهويه بكل شخص، الهويه ينفع تبقى مصدق الهويه. فهو يعني الاصل ان هم يعني بيبحثوا في ثقافات الاقليات المشتتين المهجرين، اللي بيبحثوا في الاشياء اللي هي البسيطه. يعني حتى يعني مثلا لو لاحظنا مثلا ظاهره زي الكلمات اللي بتبقى مكتوبه على التيك توك ديت نفسها، دي ظاهره ثقافيه محتاجه لدراسه. ما انا عارف الدكتور اتعملت قبل كده، احنا جايين نخترع عجله. لا
انا بتكلم على الكلام ده قبل كده يا دكتور. هو بينهم الهواء المهمشين ولا في الوجه الله بيعملوا الكلام ده؟ هم بيعملوا الكلام ده لوجه الله؟ بيحللوا الكلام ده وبيبحثوا في المهمشين ولا الوجه الله؟ الغربيين يعني ولا لا طبعا. هم كل واحد بيبقى ليه فكر وليه سياسته اللي هو بيمشي عليها. فهو بيتعامل مع السلطه من يعني هو بينظر للسلطه كانها شيء اساسي مسيطر على كل اللي تحت. فهو بيحاول ان هو يشوف الناس اللي تحت ديت ايه علاقتها بالسلطه دي، الثقافه اللي هم بيطلعوها، الادب اللي هم بيطلعوه، النصوص اللي هم بيطلعوها، بيتناولوا بيها السلطه ازاي. مع زي ما الدكتوره قالت ان كل نص يحتوي على انساق مضمره، فالنقد الثقافي هو بيبدا يتناول ايه النسق المضمر. هو في تناوله للنسق المضمر ما بيلغيش كل المناهج النقديه الاخرى، يعني هو بيستعين بالمنهج النفسي، يستعين بالمنهج البلاغي. هو المشكله ان الناس بتنظر للنقد الثقافي من منظور عبد الله الغزامي. فعبد الله الغزامي هو نظرته كانت يعني في وقته طبعا عملت رابطه وعملت تدريبات في المشهد الثقافي، والناس بدات تاخد جانب من النقد الثقافي بسبب هذا الكتاب. بس هو في الحقيقه هو ده كان جنايه على النقد الثقافي، مش يعني ما ساعدش النقد الثقافي. هو الراجل يعني يحمد ليه الجزء الاول اللي هو اتكلم فيه جزء نظري، اما في الجزء التطبيقي لن يفيد من وجهه نظري الشخصيه. يعني كلام حضرتك بس نقطه صغيره بالنسبة لدراسات المهمشين، أنا اشتغلت في جامعتين أكاديميتين في مراكز متخصصة في الجامعة الأمريكية وفي الجامعة الفرنسية، بيجيبوا الأوائل الطلبة اللي هم ما تعينوش في الجامعات المصرية وبيعينوهم بمرتب، بياخدوهم يشتغلوا بمرتب، بينزلوا القرى والأحياء الشعبية وبيعملوا دراسات دي بتوصل نتائجها بره، وبيعرفوا يتعاملوا معانا ازاي سيكولوجيا والميديا وعن طريق كل حاجة. وهنا احنا متلقي واحنا بنشتكي من نظريه المؤامره، فيك انت نزلت وعملت قوافل ودرست يعني ابحاث اشتغلت وجندين في جروبس بينزل وده بيتنشر. وخلي بالك ده بيعمل على مرأة ومسمع من الحكومه من وزاره التعليم العالي. نعم. يعني بموافقتهم. نعم. النتائج بتروح هناك. انا فين من ده كله؟ انا متلقي وفي نفس الوقت انا بشتكي ان في نظريه مؤامره. انت بتعمل ايه؟ انت بتنزل تعمل زيهم ما بتعملش ده. المتفوق اللي انت قلته لا مش عينك، اللي هو ممكن يبقى احسن من حد عندك جوه الجامعه سبته بره ده وبيشتغل حتى لما بيخلص ماجستير دكتوراه بيعملوه بوست جرادويت كاستاذ مساعد بمرتب مغري ممكن يسفروه بره، وانت هنا سايبه. صحيح يعني عايز اعقب على يعني هو ممكن يكون ده نوع من فكره زي وجود نظريه مؤامره ضمان لو انا عملت لها تحليل ثقافي اجتماعي ان انا ضمان لبقائي على الكرسي. بتفضل حضرتك ان انت دائما بتبحث عن مخرج ليك، وانا عمال اقول لك اصل عندي مؤامره، اصل انا عندي ازمه ماليه، اصل انا عندي ازمه كذا، اصل كذا. وكل ده بقى نرجع لحيل السلطه الحاكمه وتوجه العقل الحاكم على الطبقات الاقل. الغزامي بقى طرفه كده من بعض الناس، لما زمان كان واحد يكتب قصيده او قصه وينشرها فكان بيكتب تحتها تمت، ولما يبعتها الجريده كانت بتنشر بكلمه تمت. تمت ما هي كلمه منفصله ومباتت الصله بالقصه او بالمكتوب عموما. فالغزامي يعني مش هذكر اسم الكاتب لكنه قعد يحلل القصه كلها بناء على كلمه تمت. لا تحليل ثقافي ولانها تمت وكذا كذا لانها تمت وكذا وكذا لانها تمت. فاحيانا يكون برضه المثقف ذو الواجهه والبريق وكذا لا علاقه له بالممارسه الحقيقيه للنقد، ونفرق بين النقد النظري والتطبيق العملي للنصوص الذي لا يتعامل مع نص لا علاقه له بالنقد العملي. ايا كان بقى نقد ثقافي تحليل ثقافي نقد معك ده، لكن النظريات ما هي النظريات يعني مطروحة في الطريق يعرفها احنا بنشكركم جميعا. ودكتور محمد احس حاجه عشان الموظفين بس قاعدين. هو طبعا الغزام يعني مع سواء اتفقنا او اختلفنا معه، لكن هو يعني في النهايه ظل رائد يظل رائدا ولريادة واخطاء على راي العالم بالظبط كده. يظل رائدا يعني هو له السبق الزمني وله الرياده في هذا المجال بالنسبه لينا احنا نفس النقد العربي استاذ محسن نقد.
خلاص شكرا. طبعا الحوار لم ينتهي ابدا، وخاصة الموضوعات السياسية بتثير يعني الجدل اكتر من اي موضوعات تانية. بنشكر حضراتكم جدا ان شاء الله في ملتقيات اخرى نلتقي باذن الله، وكانت ندوة جميلة جدا جدا. شكرا جدا، شكرا جدا، شكرا جدا. بعد اذنك ان شاء الله احنا في فعاليتين جايين ان شاء الله، وهنكتب الديت على 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 باذن الله. طبعا احنا متواصلين دايما. بس فضل الساعتين جاية يا فندم، مجموعات من السعودية واللي عايز نسخ معينة يا استاذ علي يدفع بقى. هو مفترض كان الاستاذ سمير هيشير الاستاذ سمير المفروض انه كان هيسافر بكره فجاه جاله تليفون الطياره النهارده. احنا بنعتذر جدا يعني للناس اللي حصل ده النهارده، ولا تخبر اعتذارنا شرفتونا ولا جميله. حتى لو عنده ياخدها ان شاء الله. مش عندك مروه؟ يا حبيبتي مش كده، مش كده. لا شوف عدد كام وأشوفه لك. عدد أربعة طلع ولا لسه؟ أربعة اللي هو أربعة هاي اللي هو أبريل 2016 طبعا. طيب يا فندم ما احنا دورنا على نفس النظام مع الفيديو. انا مش عارف.